بس هتيجي تبص هتلاقي الزمالك اعار احمد محمود للجونه، هتلاقي الزمالك باع 2 من لعيبه خط الوسط السنه دي لزد، هتلاقي الزمالك ما وداش حد لسيراميكا. تمام، بس بس يعني هفكرك اهو بحاجة، بيتعامل يعني. هفكرك بحاجة صغيرة. من كام سنة الزمالك خسر الدوري بسبب الجون، لعيبة مظبوط الأهلي مظبوط، اللي كانوا في الجون اللي عملوا وكان علامة النسر ساعتها لما سجلوا في مرمى الزمالك. بالظبط قد إيه المسألة. لا يعني أنت عارف إيه، ما أعرفش برضو المسألة دي هتودينا فين، لأن في الآخر بقت أندية بتفرخ لأندية، عارف تحس كده يعني. في أندية تابعة للزمالك في الدوري؟ أقول لحضرتك حاجة، أولا بس أنا عايز أعلق على الكلام بتاع الأستاذ عصام، أو الحقيقة اللي هو كشف عنها، اللي هي انه في انديه بتفرخ لانديه، دي بتفرخ جمله لأندية. قويه جدا اولا برضو وقضيه ده يعني. ده قرار شخصي لكل نادي، محدش بيفرض على انديه ان هي تتعاون مع انديه اخرى. ايوه بس في الاخر لو أيوة. هو الموضوع انديه تابعه لانديه يبقى انت مش كده تابعه، بتفقد عامل مش المنافسه. تابعه، لا محدش قال انها تابعه، التصور اللي متاخد هو اللي بيقول كده، لكن هي مش حقيقي، هي مش حقيقيه الحكايه. يعني اكيد مصلحه كل نادي هي رقم واحد، قبل الاهلي وقبل الزمالك. مظبوط، مفيش نادي داخل في الكوتا بتاع الاهلي او الكوتا بتاع الزمالك، ما ينفعش ان احنا برضو نصنفها بهذا الشكل. لكن انه يبقى فيه مفاوضات وفي كلام وفي افضليه، ممكن جدا يعني، ممكن جدا نادي يفضل البيع للاهلي ولا يبيع للزمالك او العكس، ممكن تحصل. صح، على فكره عالميا في برضو علاقات يعني، ليفربول وسالزبرج لا مثلا الاخطر على طول تلاقي لعيبه رايحه من هنا لهنا. بص يا كابتن، الاخطر في الموضوع ان هي برضو انا بشوفها نغمه لماذا الاهلي، يعني فيها حته كده ليه كلكم بتبيعوا للاهلي وما بتبيعوليش؟ زي ليه الاهلي بياخد كل الرعايه وانا ما باخدش؟ انا ما بحب يعني، عايز برضو يبقى فيه الزمالك نادي كبير ولازم يكون ثقته اكبر في نفسه وفي قوته وفي قدرته، بدليل ان احنا قبل السوبر الافريقي ناس كتيره لم ترشح الزمالك. انا واحد من الناس كنت بقول هنا. وقلت معاك هنا كابتن، الزمالك ليس سهلا، قلت الزمالك يعود في اي لحظه وقادر في اي لحظه. يعني يمكن دي النقطه اللي فرقت في نتيجه المباراه. لو تشوف المباراه يا كابتن، في اللحظه اللي اتحسب فيها ضربه جزاء للاهلي، تقول المباراه دي هتنتهي بانسحاب الزمالك، صح ولا لا؟ صح، الانسحاب والخروج والعوده الشكل العام كان يدي مؤشر غير اللي انتهت بيه، لكن كملوا لعبوا ولغايه ضربات الترجيح والهدف الذهبي او الهدف السوبر لناصر منسي الذي انقذه من المقصله، مقصله الرحيل طبعا. طبعا ده بمثابه ولاده لناصر. طيب عايز تقول حاجه ولا نخش على الماتش؟ لا عايز اقول في دي برضه، في الجزئيه دي المفروض يحكمنا الاحتراف، افكار احترافيه، لا بحب ولا بكره. اللي يجي لي العرض الافضل من اي نادي انا وافق عليه، هو ده يبقى القياس. السيراميكي كليوباترا كان